إذا ننطلق في هذه اللحظات مع آخر الأشواط، وهو شوط الختام، شوطنا 18 لفئة القعادين، لننتقل بعد هذا الشوط لأشواط الصعوبة. أما في هذه اللحظات، نذهب مع المقدمة ومع الصدارة اللي أرى هناك شاهين فهد بن علي بن سند المهندي ويليه مباشرة في ثاني المراكز. هذا اللي واصل شاهين لمحمد بن برقان المقارح، وأيضا الدخول والاندفاع هناك من جانب مبعد لمحمد بن عبد الله المحنى المري في ثاني المراكز. أما ثالث رابع المراكز الواصل منصور بن عبد الله العطية يصلكم على ثالث المراكز، واللي في رابع المراكز هذا اللي وصل ليث اللي في رابع المراكز وصل في هذه اللحظات، ليث لعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري واصل على رابع المراكز. ليث اللي في أول المراكز، نعود مباشرة هناك، نعود للمقدمة، نعود للصدارة، نذهب مع الصدارة شاهين فهد بن علي بن سند المهندي، واللي في ثاني المراكز هذا اللي يتقدم، هذا ليث. إذن وصل ليث في ثاني المراكز. إذا رأيت أنياب الليث فلا تظن أن الليث يبتسم، هذا الليث في ثاني المراكز. الله 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 الله، ليث إذن في ثاني المراكز. ليث واللي في المقدمة، نعود مع شاهين مع الصدارة لفهد بن علي بن سند المهندي. بن سند المهندي إذن في الصدارة وفي المقدمة. الله 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 الله، شاهين إذن لفهد بن علي بن سند المهندي هو من ينتزع نقطة هذا الشوط. تهانينا له والناموس. واللي في ثاني المراكز ما قصر، هذا ليث لعبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري. وفي ثالث المراكز الواصل منصور بن عبد الله العطية. التوقيت الزمن لهذا الشوط، عطنا توقيت، دقيقتين سبعة أجزاء، 7 ثواني و28 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.